منذ سنوات قليلة لم تكن مياه شط العربي تحمل هذا الحمل الثقيل من التلوث، لكنها تغيرت الآن وتفاقم الوضع البيئي فيه. أخذنا عينات من المياه ونقلها إلى مختبر كلية علوم البحار لتحليلها وفحص مستوى التلوثات التي تؤثر على الحياة النهرية. يوجد نوعان من التلوث في شط العرب، التلوث الملحي والتلوث العضوي. الأخطر هو التلوث الملحي، وهذا الحديث يطول عنه، لأن التلوث الملحي دمر التنوع الأحيائي في شط العرب، وبقت الأحياء أغلب الأسماك هاجرت مجرى شط العرب إلى مناطق أخرى. تشكل الملوثات خطرا على الأنواع النباتية والأسماك التي تعيش في المياه، والسبب يعود إلى تدفق مياه الصرف الصحي إلى مياه الشرب، والتي قد تغير في النظام البيئي لشط العرب. المخلفات هذه العضوية من المستحيل أنه بالفترة القصيرة راح تنزال. تأثيرات عدة، من خلال تأثيراتها على الأسماك والثروة السمكية. هذه التأثيرات على الأسماك هي إما تكون تأثيرات يعني على نوعية المنتج أو نوعية السمكة، زين، من خلال نوعية لحومها تكون هاي النوعية نوعية رديئة أو تحمل عناصر ثقيلة وعناصر سمية. يقضي الصيادون هنا وقتا طويلا بمتابعة سنارة صيدهم لعلها تصطاد ما تبقى من الأسماك، بعدما كان يحتوي على أكثر من 20 صنفا من الأسماك النهرية. فالحديث على لسان الحاج عبد الحسين، هذا الصياد الذي يحمل ذكريات شط العربي في قاربه. الماي مالح وصاخة، وما بقت السمكة الحرة كلها شردت من الملوحة. بقت عندنا هاي البلطية بالشط، هاي البلطية هم هاجرت من يوم ورجعت هسه شوي، الماي عودك صار شوي وصاخة عندك الشط كله وصخ. ويعتبر اتساع رقعة الملوثات في مياه البصرة تهديدا للصحة العامة، ويستدعي تدابير عاجلة للحفاظ على هذا المورد الحيوي الهام. تعد المياه الملوثة تهديدا حقيقيا للبيئة والحياة النهرية هنا، وسط تجاهل حكومي نحو استثمار مشروعات تحسين جودة المياه ومعالجة مصادر التلوث في المدينة. مصطفى الشمري، التغيير الفضائية، مدينة البصرة.